نظم اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وقفة تضامنية لدعم مهندسي البترول من الخريجين الجدد ضد ما وصفوه بتعنت مؤسسة البترول في تعيينهم بالقطاع النفطي. وشارك في الوقفة عدد من نواب مجلس الأمة والنقابات النفطية وجمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية، إضافة إلى أصحاب الحق في التعيين في شركات القطاع النفطي، وهم المهندسون والمهندسات والخريجون الكويتيون الجدد. وناشد المعتصمون وزير النفط والقائمين على القطاع النفطي السعي لتكويت القطاع والاستعانة بالخبرات الوطنية والاستفادة منها. نوجه رسالة من هذا المنبر اليوم إلى وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، ونقول لهم صريح العبارة: تبون حط إيدنا بيدكم؟ وظفوا الخريجين، وظفوا أبنائنا، وظفوا أخواننا، واسعوا إلى تكويت القطاع النفطي حماية للقطاع، حماية للمصافي، حماية لثروة البلد الحقيقية. اليوم هذه المشكلة ما هي وليدة اللحظة، كنا نتكلم من قبل 3 سنين أن راح تواجهون هذه المشكلة، لكن اليوم احنا دورنا نوعي الناس اللي هي قاعد تتكلم غير الواقع. الواقع اللي قاعد يتكلمون فيه بالجرائد ويقللون عدد الوافدين، كل وزير يتكلم برقم وهذا ما هو صحيح. الارقام الفعليه اللي لازم تطلع، انا احمل اللوم على اخواننا مجلس الامه ان يتابعون الارقام الفعليه اللي هي موجوده اليوم داخل ارواق الشركات النفطيه. معقوله شركات نفطيه مشاريع جديده بديره نفطيه اعتمادها الاول والاخير على قطاع النفطي ما فيها وظائف؟ انا رسالتي من هذا المنطلق الى رئيس الحكومه، انا أتحداك وأتحدى حكومتك أيضا باسم الشباب الكويتي، إذا عملت على محاسبة المتضرر وعلى أيضا إصلاح الضرر بإصلاح مستحيل، لأن اليوم عدد كبير من خريجين جامعة الكويت من مهندسي البترول وتخصص أيضا الكيمياء والتخصصات الأخرى مو لاقين وظيفة. احنا اليوم موجودين في اتحاد العمال عشان نثبت وجودنا ونوصل صوتنا حق الكل، لان نبي حل حق هالموضوع، نبي نتوظف، نبي نحط اور انرجي بالمكان الصح لنا، ما نبي نتوظف باي مكان ثاني غير كذي. والحل انه يكون في ايكواليتي بالتوظيف،